للمزيد تنضم إلينا عبر الهاتف مراسلتنا في لبنان مجدولين. عيد أهلا مجدولين إلى هذه المساحة من الحوار. بداية يعني نعلم الآن بأن هناك اجتماع للدورة 77 طبعا في نيويورك، ورئيس الوزراء هناك يعني طرح مجموعة من النقاط الرئيسية التي تعنى بالأزمة بشكل عام. إذا ما تحدثنا عن الجانب الاقتصادي، ما الجديد هناك؟ نعم، إذا أخذنا الشق المتعلق بأزمة المصارف المتفاقمة، فكما ذكرتم في التقرير وهو اليوم الرابع على التوالي، لا تزال المصارف في لبنان مقفلة بعدما اتخذت قرار الإغلاق على خلفية تنفيذ 10 عمليات اقتحام لمبيعين طالبوا بالحصول على أموالهم المحتجزة. الإضراب الذي بدأ مطلع الأسبوع الحالي بدعوة من جمعيات المصارف يستمر في مرحلته الأولى حتى الاثنين المقبل، والأزمة مرجحة للتفاقم والسبب عدم التوصل إلى آلية مع القوى الأمنية ووزارة الداخلية لحماية البنوك. واليوم أكد قرار المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان رفضه عودة الموظفين إلى مزاولة العمل في غياب التدابير الأمنية والإجراءات الكفيلة لتأمين مناخ آمن للموظفين والزبائن من المودعين. طيب مجدولين، مجدولين الآن في حالة أن الأمور يعني تتجه إلى الضبط الأمني، والضبط الأمني يعني إلى الآن لم يحدث بالكيفية أو بما يطمح إليه الشعب اللبناني، يعني الضبط الأمني غير متوفر حسب وزارة الداخلية. من هذا المنطلق كان بيان جمعية المصارف واتحاد موظفي المصارف للاستمرار بالإضراب تأمينا لعودة آمنة للعمل. أما في الشق الاقتصادي الذي كنت طرحت السؤال، فإن هذا الإقفال يفتح الباب على السؤال عن تعقيد الوضع المالي المأزوم أصلا في لبنان منذ 2019، وفي ظل المسار التصاعدي للدولار الأمريكي وانهيار الليرة اللبنانية والنتائج السلبية التي ستترتب جراء هذا الإقفال. مجدولين يعني الآن يعني فرضا إن تم ضبط الأمن في لبنان يعني وعادة المصارف، يعني هل بهذا سيتم الحل؟ هل برأيك يعني سيعطى ولو جزء من المستحقات للمودعين؟ بالطبع هذا الأمر لا يتعلق بحصول المودعين على الأموال، هذا يتطلب خطة من الدولة اللبنانية مرتبطة ببعضها من خطة التعافي، إقرار الميزانية المتوقعة يوم الاثنين، وعدة أمور. الكل يعلم الأزمة الاقتصادية والانهيار المالي الحاصل في لبنان والتي صنفت من أسوأ الأزمات الاقتصادية التي يمر بها. الجانب الأمني متعلق فقط بالنسبة لعودة الموظفين العمل إلى المصارف إلى أعمالهم لحصول المودعين على جزء من وديعتهم التي تعطى بحسب لكل دولار 8000 ليرة لبنانية، في حين أن الدولار في السوق السوداء يتراوح وصل إلى 40000، وفي هذه الأثناء 38. طيب مجدولين الآن يعني الترتيبات يعني والإعاقات والصعوبات يعني كبيرة وكثيرة موجودة في لبنان، يعني ولا يمكن الحل، يعني إذا افترضنا أن يوم الاثنين تمت الاتفاقية على بعض الآليات لكن لا يبدو أنها ترقى إلى الحل. على عجالة مجدولين، يعني ما المطلوب الآن لمساعدة لبنان طبعا من الدول العربية أو غيرها؟ بالطبع لم ترقى إلى حل باعتبار أن الموازنة وفي حال إقرارها لن تعتمد على سعر موحد لصرف سعر صرف الدولار، وهو مطلب أساسي من صندوق النقد الدولي الذي سيحصل منه لبنان في حال نفذ الإصلاحات المطلوبة والبنود الثلاثة المطلوبة منه على القرض من صندوق النقد الدولي، وهو لن يحصل عليه. كل الأمور الأمور الاقتصادية والمالية مرتبطة بالطبع بالوضع السياسي في لبنان، فهناك لا حكومة ولا رئاسة جمهورية. يعني نتمنى أن تكون هناك حلول عاجلة. مجدولين عيد، أوجه لك تحية وشكر على كل هذه الإيضاحات.